السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. معكم تسبيح ودي قناتي، قناة لتعليم فنون الهنميد المختلفة. فيديو النهاردة هنعمل المج اللي صورته موجودة في اول الفيديو بكل تفاصيله. بس قبل ما نبدأ زي كل مرة، لسه مشتركش في القناة بتاعتي ومكسل او اول مرة يشوف فيديوهاتي، ينزل تحت يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كما تنسوش تدوسوا لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس ويستفيدوا زيكم. طبعا سيبولي كومنت برأيكم في الفيديو، لو عندكم اي سؤال انا موجوده. ده المج اللي انا هشتغل عليه، وانا ناويه اعمل عليه مج مهندس. انا طبعت هنا الديزاين دوت، جبته من جوجل عادي جدا. هو تقريبا اسمه تاور كرين، او انا مش متاكده قوي من الاسم، بس جبته من جوجل وطبعت حجمين. لقيت ان حجم كبير وفي حجم اصغر، فانا هشتغل على الحجم الاقصر عرضا، اصغر عرضا. بالنسبه للطول ممكن نطول واحنا بنشتغل. انا هعمل حركه دلوقتي ان انا مش زي الاول همشي عليه بقلم واطبعه على الصلصال، هيبقى صعب. انما هنا هيبقى الحل ان احنا نحط عليه ستيكر مثلا، ممكن بالتيب السلوتيب، او زي ما انا عندي، انا عندي شيتات ستيكر اساسا، ونبدا نشتغل عليه. او اللي عاوز يشتغل على الورق على طول بس التيب، او ده هيخلي الموضوع اسهل شويه في وقت شيله ونحطه على المج. دلوقتي انا هجيب مدفع الصلصال، طبعا هيظهر لكم فوق اللينك بتاع الفيديو بتاع مدفع الصلصال وكل يعني الكلام اللي يخصه وشرحه، ولو عندك مشاكل فيه تحليها ازاي. واخترت الخرم المقاس دوت اللي هو مش اصغر واحد اللي بعديه، اوكي. وجهزت الصلصال بتاعي، ولازم تكونوا طرتوه حلو، عملتوه اسطوانه ودخلتوه جوه المدفع، ونبدا نطلع منه الحبل اللي هنشتغل بيه. طبعا انتوا سامعين اصوات وكده، معلش يا جماعه، بنوتي زغنتاتا البيبي قاعده معايا ومش راضيه تسكت، فانتوا استحملوا بقى، هي زائره معانا جديده. خلاص هنبدا ايه، نبدا نمشي على الرسمه بتاعتنا. لو انتم ملاحظين ان في خطوط تخينه وفي خطوط رفيعه، انا هحاول اعمل نفس الفكره دي، بس هي في الاخر ده شكل كرتوني مبسط. يعني انتم بتعملوا سيرش وبتكتبوا، هو تقريبا كان اسمه تاور كرين او حسب ما انا فاكره، وبتختاروا ان هو كرتون ايمجز، هتلاقوها طلعت صور مبسطه طبعا للشكل الرئيسي. خلاص هبدا احط الحبال بتاعتي. حاجه مهمه جدا ان انتوا حاولوا تحطوها على بعض، يعني بتحس ان انتوا وانتوا بتضغطوا تثبتوها في بعض، فلما نيجي نخلع الرسمه كلها تطلع كلها مره واحده، ما تبقاش يعني احنا مقطعين. فعشان كده احنا بنشتغل على الرسمه على طول. خلاص فانا هبدا ارفع اجزاء في الصلصال زي ما قلت لكم عشان الخطوط الرفيعه، عشان ادي نفس احساس الصوره. زي ما انتم شايفين انا مديت الشكل بتاعي لتحت طولا، لان انا حاسه ان الديزاين ده قصير، فانا محتاجه ادي طول شويه عشان ارفع الاسم في المج. خلاص معلش يا جماعه، انا اسفه والله على الدوشه بتاعت بنتي، بس هي بتسلم عليكم كتير، تقول لكم اعملوا لايكات كتير قوي لمامي. خلاص تمام كده، هنبدا نعمل الاكسات. اهم حاجه زي ما قلنا ان احنا نثبتهم حلو قوي على بعض. طبعا نفس الطريقه دي تقدروا بقى تستخدموها في اي ديزاين تاني. يعني احنا كنا الاول بنرسم الصوره على الورقه ونمشي ندوس بقلم او باداه او حاجه ونطبعها، في برضو الفكره دي، بس يعني الحركه دي تتعمل في اشكال اللي هي زي كده المفرغه. انما مثلا لو احنا بنعمل شكل اي حاجه، شكل مثلا يونيكورن، فاحنا كده كده هنملى وشه وبعدين نشتغل فوق وشه. طب هتشوفوا الرسمه ازاي؟ عشان كده في الحالة دي هتضطروا ان انتوا تطبعوها. يبقى الطريقة اللي انا عاملاها دي بس ما يبقى عندكم فراغات ومحتاجين تعملوا خطوط كتير، ده هيسهل عليكم كتير جدا. خلاص انا هو تقريبا كده خلصت منطقة الاصفر، لسه المنطقة دي هبدأ اعمل فيها الرفيع، وبعد كده هنعمل زي مثلث او حاجة اللي هي الحتة اللي نازلة من الجهاز تحت دي، بس انا هرفعها لفوق شوية على اساس ان الاسم ما يبقاش نازل لتحت، انا حابة الاسم يبقى عالي. طبعا ممكن تشتغلوا على الورقة برضو، بس زي ما بقول لكم كده ان اولا الشيل من على السولوتيب او الستيكر هيبقى اسهل بكتير من الورقة، غير ان الصلصال بتاعكم هيعمل على الورقة اثار زيت، يعني تلات ارباع الصلصال بتعمل اثار الزيت ده. وانا هنا بشتغل بديمو، وديمو بيعمل اثار الزيت الصراحة، يعني فاثار الزيت دي هتبوظ الصورة. ف
فمش هتعرفوا تستخدموها تاني. انما كده لما حافظنا على الصورة بالتيب او الستيكر هتقدروا تشيلوها حلوة قوي، وكمان هتحافظوا عليها ان تستخدموها كذا مرة زي ما احنا متعودين ان اي ورقة بنرسم عليها ديزاين او اي حاجة بنطبعها بنشيلها في فولدر نقدر نستخدمها لو جالنا الاوردر ده مرة تانية. خلاص هبدأ اعمل دلوقتي الاسود، انا خلصت كل الاصفر، هبدأ اعمل الاسود، هعمل المكعب اللي فوق دوت، وهبدأ اعمل اللي هو الجزئية اللي نازلة اللي بتمسك الاسم، اللي هتمسك الاسم. انا الصراحة كان مطلوب مني مج مهندس مدني، هو ده تاني مرة اعمل المج دوت، كان مطلوب مني مج مهندس مدني وحبيت اعمل فكرة جديدة مختلفة، وصاحبة الاوردر كان نفسها تحط لجوزها اداة من ادوات المهندسين المدني، حاجات بتاعت البنا وكده، فانا فكرت طب انا اعلق لها الاسم، وبعدين حسيته شكله حلو جدا فقلت اشارككم فيه في الاوردر التاني بتاعي ان انا اصوره لكم. كمان احنا هنعمل الاسم كأنه على طوب او كده جزئية خرسانية، فهيدي شكل جميل يعني من وجهة نظري. طبعا لو انتم مش عاجبكم طبعا هستنى ارائكم كلها، لازم تسيبولي كومنت برأيكم ولو اي تعديل علشان لما يجيلي النسخة التالتة من الاوردر ابقى عارفة اعمل لهم ايه. خلاص هبدأ اضبط هنا الحبل واركبه. شفتوا انا سكت، هي اللي بتتكلم عشان بس الناس اللي بتقعد تطلع تقول ان انا برغي، ما هو جماعة الفيديو شغال اقعد انا ساكتة، يعني هو الفيديو شغال، وبعدين واحد بيحط ميوزك بيبقى فيه حقوق ملكية وحاجات كده، فعشان كده انا مش بهريها ميوزك. يعني شايفين الشكل ازاي سهل ان هو يتشال دلوقتي، انا فكرت ان انا اشيله بعدين قلت لا انا هركب عليه الاسم وبعد كده نبدأ نشيلهم، بس عشان اكون مظبطة المقاس والشكل وكل حاجة. طبعا تاخدوا بالكم من حاجة، المج اللي انا ظهرته لكم في الاول هشتغل عليه ليه تكتشر مختلفة كده، فده مهم جدا ان لما تيجوا تلزقوا الشكل تبقوا عارفين انتوا حاطينه فين بالظبط، عشان التكتشر دي هتبقى مطبعة في ظهر الشغل بتاعنا عشان ينزق صح. دلوقتي انا جبت اهو القطعة رمادي اللي انا هكتب عليها، بدأت اقسم فيها شكل الطوب اوكي، بس بظهر القطر مش بالحتة اللي بتقطع، بالظهر عشان ما تقطعش. خلاص ونبدأ يعني انا هنا كنت بشوف الاسم هيكفي ولا لا النظام، بس طبعا قبل ما نبدأ حركة الاسم لازم نجهز الجزئية دي كلها، البلوك ده كله ان هو يبقى جاهز خلصان كأنه طوب. هنجيب فرشة السنان ونبدأ نخربش بيها، فرشة السنان عندكم ادوات بتخربش اللي نفسكم فيه، بس انا بحاول دايما ان انا استخدم بدائل من البيت عشان اللي ما عندوش ما يروحش يشتري. خلاص انا كده زبطتها، جبت الوان السوفت باستل بتاعتي علشان اديها شوية ضل وبين ان هي ده طوب وكده، فهجيب فرشة، بس انا قررت ان انا انقل الشكل الاول للمج وبعدين ابدأ الون عليه. بصوا سهل ازاي يتشال، ولو حتى ظهر معاكم ان في جزئية هتقطع مفيش حاجة اضغطوا عليها تاني علشان تجمع مع الباقي، بس الصراحة انا شايفة ان دي اسهل طريقة وافضل طريقة تعملوا الشكل ده. اللي عنده فكرة تانية هتعملوا الشكل ده ازاي غير ان انتوا هتمشوا على رسمة ياريت يعني يقول لنا. بصوا اهو زي ما انا كنت بقول لكم علشان التكتشر دي، فمهم جدا المكان اللي انتوا هتحطوا فيه الشكل دلوقتي هو ده اللي هتلزقوا فيه. فلو يعني انا قبل كده ممكن اقول لك ان انت لو هو مش مظبوط التوزيع قوي او عاوزه تيجي يمين او كده مش مشكله لما تيجي تلزقي زقيه، انما دلوقتي الشكل زي ما هتحطوه لازم هتلزقوه علشان التكتشر اللي هيحصل في ظهر الشغل. خلاص انا ثبتت هنا الشكل، قطعته وظبطته زي ما انا عاوزه، هبدا بقى اظبط اللون بتاعه والتكتشر وكل التفاصيل تاني. خلاص هجيب دلوقتي سوفت باستل، طبعا سوفت باستل يا جماعه الالوان دي بتثبت، تقدروا طبعا اي ماركه مش لازم الماركه اللي معايا يعني، تقدروا تستخدموها قبل التسويه.
ودي بنبشرها بالقطر وناخد منها بفرشة بودانة باللي انتوا عاوزينه. بس انا هنا ما بشرتهاش ويدوبك عملتها بالفرشة. خدوا بالكم انا بعمل ايه، انا مش بلون كل الطوبة، انا يعني باخد من الكورنر على ما فيش. وبس هنا انا حسيت ان هو تقل مني غصب عني، فهتلاقيني بالودان هحاول اخفف شوية. في حالة ان انتوا اللون تقل منكم او حتى وحش، معلش يا جماعة انا اسفة على الاصوات دي، في حالة ان اللون تقل منكم او حتى مش عاجبكم عادي جدا بأسيتون تقدروا تمسحوها، او حتى بكحول. طبعا احنا دلوقتي في زمن الكورونا فالكحول موجود في كل البيوت. خلاص هبدأ اكتب اللي انا عاوزاه، انا هكتب انجينير احمد. خلاص هجيب أداة المدفع بتاعتي تاني، بس هغير القطعة اللي فيها وهاخد أصغر قطعة، وهبدأ أعمل حبل للكتابة من الأبيض. خلاص أنا مجهزة أهو، هبدأ أحط يعني الكتابة. أنا عملتها معاكم قبل كده في علاقات كتير، بس نبدأ نعملها عشان لو أنتوا أول مرة تشوفوا فيديوهاتي. ولو أنتوا أول مرة تشوفوا فيديوهاتي اوعوا تكتفوا أبدا بالفيديو ده، قلبوا في القناة هتلاقوا فيديوهات كتير جدا لمجات وعلاقات ومعالق، وهتلاقوا كل التفاصيل من الأول للآخر، وهتلاقوا أساسيات التسوية ترانسفير كل حاجة. فما تكتفوش ابدا بفيديو واحد. وطبعا قبل ما تعملوا ده كله لازم تنزلوا تحت الفيديو تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اول لما انزله ان شاء الله، وكمان تدوسوا لايك عشان تشجعوني اكبر لكم القناه ونكون فيديوهات اكتر بكتير. طبعا الناس بقى اللي قاعده بتتفرج اساسا اوريدي معايا من زمان ومكسلين لغايه دلوقتي، بطلوا الكسل بقى، يلا انزلوا تحت اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ودوسوا لايك عشان تشجعوني نعمل لكم شغل احلى ان شاء الله. خلاص هنبدا نكتب الاسم كله اهو. طبعا لازم زي ما انتم شايفين معايا قطر، انا بلف الحبل بايد وبالقطر التاني بقطع الشكل. طبعا اللي متابع معايا وحافظ الادوات بتاعتي هيحس ان القطر دوت ايه ده نظيف، يعني مش عليه بواقي صلصال وكده. القطر ده لسه اول استخدام افتتحته معاكم. بالنسبة للناس اللي موجودة في قطر وحابين يعرفوا القطر ده منين، القطر ده من ابن القيم تقريبا، هو وكان معاه كذا غيار سنون ليه، يعني كان بـ8 ريال عشان اللي حابب يشتري. خلاص كده فاضل اخر حرف وكده احنا خلصنا. خدوا بالكم يا جماعه ان لازم نحفر للكتابه عشان الكتابه تثبت معانا، لازم لما نيجي نحط الكتابه نضغط عليها ضغطه بسيطه قوي، عشان لو ضغطتوا جامد وخليتوها مسطحه مع السطح اللي تحتيها بقت وحشه جدا، لازم تبقى بارزه بس في نفس الوقت تضغطوا عليها ضغطه خفيفه. دلوقتي انا هعمل القطعه اللي هحطها على ظهر المج، لان صاحبه الاوردر عايزه جمله تتكتب على ظهر المج. خلاص هاجي برضو بظهر القطر بتاعي اقسمها للطوب اللي انا عاوزاه، وهبدأ اقسمها بالطول كمان. هبدأ اعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها هناك بفرشة السنان، وبعدين هديها لون بالباستل. خدوا بالكم ان انتوا لما تيجوا تعملوا بفرشة الباستل ممكن الحركة دي تضيع منكم خربشة فرشة السنان، فيفضل ان انتوا تروحوا راجعين عاملين بخربشة فرشة السنان تاني عشان تأكدوا التكتشر اللي انتوا عملتوه. خلاص هي كده جاهزة، انا كتبت عليها الجملة، هأكد بس هقطع اظبط المقاس زي ما انا عاوزة، وبعدين هبدأ برضو بالحبل الابيض امشي على الكتابة اللي انا عملتها. انا مسرعة لكم الكتابة شوية علشان تبقوا شفتوا كل التفاصيل، وفي نفس الوقت ما طولتش قوي الفيديو عشان الناس اللي بتزهق من طول الفيديو. بس اللي حابب يشوف طريقة الكتابة بشويش قوي تقدروا تشوفوها في العلاقات الموجودة في اول القناة. زي ما انتوا شايفين ان انا ببدأ، يعني انا دايما بعمل الحروف كل حرف كده لوحده، السنن
بتاعت الحروف، كل حاجة نظبطها. في ناس بتكتب الحبل بيطلع وينزل مرتين على بعض، يعني حرف اللام مبيبقاش خط بخطين، لا يا جماعة، حرف اللام هو عصاية واحدة وتقطعوها وهكذا، يعني كل حرف بيتقطع. والنقط، انا دلوقتي عايزة ازود التشكيل، هعمله بالاحمر، عايزة ازود كمان قلوب هتدي شكل حلو قوي. هنعمل القلوب مع بعض. بصوا بقى، استنوا لما تيجي عشان اظبط لكم الكلام. هنعمل قلوب، هي عبارة عن دايرة هنبططها ونيجي من تحت نعمل لها بوز، ومن فوق هنروح بأداة إبرة بقى، خلة اللي عندكم، نروح عاملين لها مدخلينها في النص، هتدي شكل قلب حلو جدا، وتقدروا بعد كده تظبطوا. هي دايرة عملنا لها بوز من تحت، ومن فوق قسمناها بالأداة اللي هي زي الإبرة أو الخلة وظبطناها. بصوا بقى شكلها حلو قوي ازاي. خلاص انا هاخد القطعة دي هنقلها بالكتر وهظبطها على المج بتاعي الناحية التانية، بس انا لاحظت ان الناحية دي كمان ناقصة قلب، لو اتحط لها قلب بشكلها حلو جدا. هشوفوا بيردوا على بعض. خلاص وبعد كده هنقل القطع بتاعتي بتاعت الكتابة. انا طبعا ما خدتش بالي وضغطت على حتة منها فباظت مني، فهظبطها وبعد كده نحطها على المج. ودلوقتي بقى احنا هنبدأ في المهندس، هنعمل تفاصيله كلها مع بعض، يلا بينا. خلاص احنا دلوقتي هنجيب قطعة صلصال رمادي وهقطع منها مستطيل وابدأ اقسمه في النص علشان اعمل البنطلون. ناخد بالنا يا جماعة ان قسمة البنطلون من جوه احنا مش بنعمل ان هو مثلث ببوز، لا بنعمل حتة عرض كده صغيرة. وهنظبط البنطلون مع بعض. بالنسبة لطول البنطلون وقصره والكلام ده بيبان معانا مع الشكل، كمان ممكن نظبطه قدام اكتر. خلاص عايزين نعمل تفاصيل في البنطلون، نبين مثلا نرسم السوستة، نرسم الجيوب، نعمل الكشكشات والكرمشة اللي بتبقى في البنطلون، بيدي احساس حلو قوي و يعني بيخليها شبه الواقع شوية. بيبقى فيه خط كده عند الركبة كمان، ده بيعجبني جدا ان انا اعمله، بحس ان هو يعني هيدينا احساس شوية بالبنطلون. خلاص بعد كده هجيب صلصال اسود عشان اعمل الشوز، هنعملها زي بيضاوي زغنطت، ونروح مثبتينه على البنطلون من تحت ونأكد الكشكشة اللي بتبقى فوق الجزمة على طول. انا بحب صراحة ما بعملهاش اي تفاصيل، يا دوبك بعمل البيضاوي دوت. في ناس بقى بتعمل تفاصيل الجزمة والرباط لا يا جماعة، الصراحة انا بعمل على قد بس، البيضاوي بالنسبة لي فل يعني. خلاص هنبدأ بعد كده نجيب الصلصال الأبيض علشان نعمل القميص. هنعمل خط مستوي بس علشان يركب على البنطلون، وبعد كده نبدأ نقطعه من فوق، هنعمل زي كيرف شوية عشان نبدأ نقطع منها الكتاف والرقبة. خلاص بعد كده عايزة اعمل مكان الرقبة، فانا هجيب اداة الابرة اللي شبه الابرة واقسم القميص بتاعي وبعدين اقطع منه مكان الرقبة. خلاص وبعد كده اللي هي السبعة بتاعت القميص، وبعد كده هبدأ اعمل جنب الخط اللي احنا قسمناه دوت بالنقطة الصغيرة، نقط نقط كأنها الزراير. بعدين نجيب الصلصال الاسود، نعمل حبل رفيع كده نحطه مكان الحزام. خلاص بعد كده زي ما انتوا شايفين هجيب بقى الابيض واعمل منه حبل، والحبل دوت تخين شويه، وبعدين هقسمه ب45 علشان دي هتبقى الايدين الكمام بتاعت القميص، واقدر اركبها في الكتاف بتاعتي. حلو، هبدا بعد كده انعم الخطوط اللي بين الكتف وبين الايد، بس خدوا بالكم احنا كده كده هنغطي الكلام ده بالفيست فمش هيبان، بس مهم برضو ان احنا نعمل شغلنا كامل، ملناش دعوه هيتغطى ولا لا. خلاص هبدأ بعد كده اظبط بقى الكتف، رسمة الكتف، هبدأ اظبط القميص حتى قدام شوية، هتلاقوني هرفع القميص شوية، هبدأ اشوف الدراع ده طوله قد ايه. انا عايزة اعمل الشخص دوت حاطط ايديه في جيبه، فانا الاول هقص الدراع حسب الطول اللي انا عاوزاه، وبعد كده هبدأ الفهم وادخلهم عند الجيب زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هنجيب من الصلصال الرمادي لون البنطلون، هنعمل مثلث زغنطت كده، نروح مركبينه على الكم
وده هيقول ان ده الجيب المنفوخ يعني. وبعد كده لازم 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 ننعم المثلث دوت على البنطلون وما يبقاش باين ان في حاجه متركبه. ونعمل بقى بالاداه بتاعه الابره او الخل، الاداه اللي عندكم يعني، نبدا نعمل الكشكشه اللي عند الكم، نظبط اي كشكشه وقع مننا. وبكده يبقى احنا خلصنا البنطلون كامل. هبدأ بصوا زي ما انتوا شايفين، انا حسيت ان القميص تخين قوي، هبدأ بعد كده بالقطر ارفع عند القميص شوية. دلوقتي انا بعمل الكشكشة او الخطوط اللي هي بتبقى عند تانية الكوع، بتدي برضو شكل حلو. ولما هنرفع القميص شوية هنبدأ نعمل الكشكشة اللي هي بتبقى بقى عند الوسط دي. وممكن برضو لو عملتوا الخطوط اللي انا هعملها من فوق الحزام، بصوا كده من عند البطن فوق الحزام، دي بتدي احساس ان الشخص ده مليان شوية، عشان ما تعملوهاش لشخص رفيع. هبدا اشيل الشكل بتاعي بالقطر واثبته على المج بتاعي، عشان هيبقى احسن طبعا ان احنا عندنا نشتغل التفاصيل الوش وبقيه التفاصيل كلها على المج، عشان كل ضغطه مننا على الشكل ده بيحفر التكتشر بتاع المج على الشكل من ورا، فوقت تثبيته يبقى اسهل. هبدا اعمل شكل رقبه علشان ادخلها في الفتحه بتاعه القميص، وبعد كده هبدا اعمل مثلثات بيضه صغيره احطها كانها الياقه بتاعه القميص. شايفين هظبط بس الرقبة، وهبدأ اشتغل دلوقتي الفيست. الفيست هنعمل مستطيل طويل وبعدين نقسمه، لما نيجي نقسمه نقسمه ب45. ليه 45؟ دي هتنام على الكتف، هتركب على الكتف معانا وتبقى سهلة قوي. هنظبط طوله ونظبط ان هو من الجنب يقفل على القميص حلو. وبعد كده هنجيب اداة زي الخلة زي الابرة دبوس اللي يعجبكم، ونبدأ ننقط الفيست ده. هننقطه ليه؟ لان اوريدي الفيست بيبقى زي الشبكة، فعشان كده انا بحب انقطه. بعد كده هنعمل حبال رمادي او فضي رفيعة، ونبدأ نقسم التقسيمة بتاعت الفيست المعروفة. ممكن تحطوا له جيب وممكن لا، انا صراحه المره دي ما عملتلوش جيب، بس كنت قبل كده بعمل له جيب. دلوقتي هنبدا نعمل الراس، هنكعور بقى الصلصال بتاع البشره شويه ونظبط راس زي ما انتم عاوزين، ونبدا نركبها على الرقبه. لو انتم شفتوا انا الرقبه كنت مطولاها قوي لفوق كده، ده علشان اركب عليها الوش، انما اكيد مش كل دي الرقبه. خلاص هبدأ أظبط بس الراس على قد ما أقدر. هبدأ أعمل بأي فرشة أو أي أداة كده، هعمل الدخلة دي لمنطقة العين. هبدأ أعمل خرم أحط فيه مناخير دغنتاتا. طبعا الوش يا جماعة فيه 60,000 طريقة. هنبدأ نعمل بيضاوي للودان، أوكي؟ بس بقول لكم إن الوش فيه 60,000 طريقة، يعني في ناس أساسا بتحط العينين نقطة، في ناس بتعمل كمان أشكال من غير عينين ومناخير وبق، فكل واحد بيتبع الشكل اللي هو عاوزه. بجيب النقاطة الدورية الوسط وأعمل برضو مكان للعينين، ودي حطيت كرة المناخير والبق. دي العينين اللي أنا علمتها لكم قبل كده، هتلاقوا دلوقتي في أعلى الفيديو اللينك بتاع الفيديو بتاع العينين دي وأنا بعملها إزاي. أنا طبعها على ورق جلوسي، هتشوفوا في الفيديو كل التفاصيل وشغلها ولزقها وكل حاجة. دلوقتي احنا هنعملها، انا قصيت الحجم اللي عاجبني للعين بتاعتي وهثبته من غير ما بحطش لزق. اللي عايز يحط ايبوكسي هو حر،
خلاص، لان اوريدي انتوا بتضغطوها بتدخل جوه وبيجي عليها الصلصال شويه، وبعدين احنا بنشتغل عليها اوت لاين للعين، اي لاينر للعين بالصلصال الحبل الرفيع الاسود اللي انا بعمله ده، فهو هيقفل عليها. بس العين دي ليها تكمله في اخر الفيديو، لازم تكملوه للاخر عشان تشوفوا بعد التسويه بنعمل فيها ايه. خلاص انا هظبط العين، انا عملت عين مع نفسي عشان استفاد من الوقت شويه، اقصر لكم وقت الفيديو لان وقت الفيديو طول غصب عني، ورغم ان انا مسرعاه جدا اوكي، بس غصب عني لان الفيديو المج نفسه تقيل، المج مليان تفاصيل كتير وشغل كتير، عشان كده واخد مننا وقت. خلاص هنظبط العين والحاجب ومن تحت كمان، ممكن طبعا نعمل من تحت او لا، انا ساعات بعمل وساعات لا، فانا المره دي عملت، معرفش اشمعنى يعني. خلاص هبدا اعمل الهلمت بتاعته، الهلمت زي ما انتم شايفين نص دايره كده، نبدا بقى نحطها على الراس. بس مهم جدا نعمل سوالف اللي هي الشعر اللي بيبقى فوق الودان على طول عشان يبقى الشكل حلو. الشخص اللي عندي دوت شعره خفيف عشان كده انا مش هعمل شعر تحت الهلمت، انما لو انتوا عارفين ان هو شعر الشخص كويس يبقى تحطوا مثلا حبل خفيف قوي من الشعر وتركبوا عليه الهلمت. هبدا اركب الهلمت بتاعتي واثبتها واظبطها على الراس واشيل لو في اي زيادات. وبعدين هبدا اعمل بقى مستطيلات، خدوا بالكم ان انا مش عايزاها حبل مدور، لا انا عايزه زي مستطيلات، واحد طويل واتنين لحوالي، واحد من يمين واحد من شمال اقصر منه، وهنحطهم على الهلمت من فوق، وبعدين هنعمل واحد تاني طويل هنلفه على الهلمت من قدام. برضو اللي عايز يلون لون البشرة بتاعت المهندس دوت نغمقها شوية لو هو اسمراني او اي حاجة بألوان السوفت باستل قبل التسوية، انا مش هعمل هنا اي تلوين، هسيبه زي ما هو بلون البشرة كده. لون البشرة اللي انا مستخدماه ده يا جماعة من ديمو، بس ممكن يكون عليه سنة ابيض. خلاص انا كده خلصت وظبطت الودان، يبقى احنا كده فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا بقى الشنب والدقن. الشخص دوت عنده شنب ودقن وسكسوكه، هنعملها ازاي؟ هنعمل حبل رفيع قوي من الاسود ونبدا نلف بيه الشكل بتاعنا، بنعمل حبل رفيع قوي ونبدا نرسم لفه الدقن، والدقن ماشيه فين والشنب ماشي فين، ظبطنا كل الخطوط بتاعتنا، نبدا نجيب الاداه اللي زي الابره او خله او دبوس، اي اداه كده زي نفس الفكره يعني، ونبدا نشرشر الخطوط دي كويس. هتلاقوا ان الدقن وكل حاجه طلعت معاكم، بس مهم جدا الخطوط دي تبقى رفيعه، كل ما هتعوزوا تاني اعملوا حبل رفيع تاني وزودوه. ولو انتوا حابين الشخص ده يبقى داخل معاه ابيض، يعني عنده شعر ابيض شويه، نعمل نقط بيضة صغنطوطه قوي من الصلصال، نروح مزودينها للحاجات دي ونشرشرها برده، هيدي شكل حلو جدا. دلوقتي انا تقريبا كده خلصت المج بتاعي وكله جاهز ان هو يدخل التسويه. هحط لكم دلوقتي اللينك للمجموعه بتاعه اساسيات الصلصال كلها، المجموعه دي البلاي ليست بتاعتهم هتلاقوا فيها 3 فيديوهات عن التسويه. مهم جدا اللي ما بيسويش صح يتفرج على الفيديوهات دي عشان ما تضيعوش مجهودكم وشغلكم على الفاضي. هحط لكم دلوقتي اللينك بتاع الفيديو هيظهر لكم دلوقتي فوق. خلاص احنا بعد بقى ما خرجنا المج من الفرن هو دلوقتي جاهز ان احنا نلزقه، هنخلع كل الاجزاء دي ونلزقها، بس قبل كده هنكمل العينين. العينين ممكن كنا الاول نحط عليها فيمو ليكويد قبل التسويه، بس انا ما بحبش الموضوع دوت، فعشان كده انا بحب ايه الايبوكسي. انا بحس ان فيمو ليكويد مش بيدي اللمعه والشفافيه اللي انا عاوزاها، بحس ان هو بيبقى عامل غيامه شويه اوكي او مات شويه، فعشان كده انا قررت ان انا احط ايبوكسي. كل واحد بنوع الايبوكسي اللي عنده هنحط من العبوتين ونخلطهم، وهي احنا بنحط نقطة فوق يعني، ممكن بالخلة كده هي يا جماعة نقطة او مسحة تحافظ لنا بس على الورقة بتاعتنا من الغسيل. شوفوا نقطة خفيفة جدا،
برضو ما نعملش طبقتين فوق بعض ولا نعمل طبقة سميكة علشان ما في الاخر ما تبقاش مغيمة. انا عايزاها طبقة رفيعة عشان تدي لمعان وشفافية. طب خلاص انا كده خلصت العين. خلاص دلوقتي انا هبدأ ألزق المج بتاعي. هلزق معاكم الاشكال علشان تشوفوا انا هعمل ايه. هبدأ اخلع الشكل اللي هو التاور كرين دوت. بصوا بالكتر ازاي لو تفتكروا واحنا شغالين فيه، قعدت اقول لكم حاولوا تدوسوا كل حاجه جنب بعض علشان يطلع معانا وقت اللزق كتله واحده. تخيلوا لو احنا علينا نلزق خط خط هيطلع عنا ازاي، انما ما يبقى كله ده كتله واحده هيبقى اسهل بكتير. خلاص شوفوا انا طلعته الحمد لله طلع كتله واحده ازاي، اللي طبعا هيتكسر معاه هو طالع او مش هيطلع، او هتلاقوا الظهر مثلا ما فيهوش لمعان. بصوا بتاعي فيه لمعان ازاي، لو ما فيهوش لمعان او اتكسر معاكم يبقى ده ما استواش حلو، وقتها لازم تشوفوا فيديوهات التسويه حلوه جدا. انا دلوقتي هحط لكم لينك فيديو اللزق، هتلاقوا برضو فيديوهين عن اللزق هيظهروا لكم دلوقتي في اللينك، لازم تشوفوهم. والفيديو الاول بتاع اللزق الطريقه، وفيديو التاني بتاع اللزق فيه الطريقه، وفي كمان انواع الايبوكسي المتوفره في كذا بلد والانواع الحلوه والانواع الوحشه. فيديو حلو جدا وهيعجبكم ان شاء الله، لازم تشوفوه. خلاص انا بدات احط الايبوكسي بتاعي، وحتى خدوا بالكم حتى لو هنا بين المثلثات والحاجات دي كان في ايبوكسي زياده شويه مش مشكله، لان هو شفاف مش هيحصل له حاجه ومش هيبان من المثلثات يعني، انما بقيه الشغل طبعا مش محبس خالص ان يبان اي لزق طالع. خلاص هبدا عشان اثبته والزق بقيه المج، هجيب سيلوتيب واروح لازقاه على الشكل علشان ما يتحركش مني. تفاصيل اللزق كلها وبالتكات هتلاقوها في فيديو لزق لازم تشوفوه. هبدا اشيل بقى شكل شكل والزقه. كده انا خلصت المج بتاعي، يا رب يكون عجبكم. الفيديو طويل شويه بس عشان المج مليان شغل كتير، يا رب ان شاء الله تستفيدوا منه وتعملوا احلى منه. تنسوش بقى سبسكرايب وتفعلوا الجرس، وكمان تدوسوا لايك عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر. تنسوش تسيبوا لي تعليق وسيبوا لي اسئلتكم لو فيه، وانا ان شاء الله هرد عليها كلها. واستنوا الفيديوهات الجايه كتير قوي ان شاء الله. سلام عليكم.